ضمن إطار حديثنا عن موضوع التوعية على مرض سرطان الثدي بهالشهر، وأيضا الحديث بطول لأنه فعلا في كتير حوادث ممكن تعرضوا لها من جراء عدم وجود التوعية وعدم الوقاية اللي هي بالدرجة الأولى دايما بنحكي فيها. اليوم رح نحكي عن حملة رح تنطلق كمان بصيدا، مع أنه بلشت من سنوات إنما هلأ موعدها ب14 شهر. واليوم بصرنا يكون معنا باستوديو عالم صباح ميسا حنون، وهي منظمة لنشاطات توعية حول مرض سرطان الثدي بصيدا، وأيضا معنا هلا المصري وهي موظفة إدارية بمستشفى حمود وكشفت سرطان الثدي والحمد لله عم تتعالج منه، إنما رح نحكي عن قصتها بشكل مفصل هلا على الهواء. ميسا هلا صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. رح أبدأ معك أنا فكري، خلينا نبلش معك لأنه نحن دايما بنكون هيك قلبنا بيكبر لما بنحس أنه في شخص فعلا كان عنده هالوعي الكافي أنه هو يكتشف مرض سرطان الثدي ويحاول يتابع دغري بالعلاجات كلها، بين توعية وبين يعني الوقاية إذا فينا نقول كشف المبكر ومن بعدها، لأنه للأسف كانت رحلتك صعبة وما توقفت أول مرة. الحمد لله كفت. نعم. أنا ست أصبت بسرطان الثدي بال 2008 وحقيقة أنا اللي يعني بالفحص الذاتي اللي عم بعمله انا حسيت عندي شيء بالثدي اليمين. فدغري رحت عند حكيم، عملت ماموجرافي، بعد الماموجرافي عملت التراسون. الحكيم شكله حس انه في شيء، فطلب اكثر فحوصات، ام ار اي، بعدين بايوبسي، بعدين هدول التفاصيل. وبعد 4-5 ايام طلعت نتائج، وطلع انه انا ست مصابه بسرطان الثدي. سرطان الثدي لما تكون يعني انا بتذكر اللحظه الحكيم اللي خبرني انه انت مصابه بسرطان الثدي. حقيقه انا بتذكر ولهلا ما بنسى هيدي اللحظه، بعتقد كان عم بيحكي عن حدا مش انا. مش انا اللي عم بخبر عني الحكيم، او انا بحلم، يمكن هلا بعد شوي رح فيق ولا لا هيدا مش انا، لا مش انا. مع انه هو شرح لي انه انت رح تكوني، لانه كان تشخيص ممكن يعني، وكمان كثير يعني كنت جريد 1 وكان كثير صغيره وكذا، فشرح لي وفهمني وهيك. بس قلت لك للحظات مش انا، اكيد مش عني عم يحكي. ما حكيت مع حدا، عملت حالي في الليل، خلصت دوامي رحت على البيت، ما قلت لحدا من عائلتي. بس عملت شغله ما بنساها، توضيت وصليت وقعدت صليت وبكيت انا عم صلي، أكيد. وقلت اكيد ربي حيكون معي. فكر فيي وانا ست عم بجربني. وانا ست مؤمنه ورح ارضى بهذا الشيء اللي صار معي، اساسا ما فيني غير هيدا نصيبي. بس كمان شيء لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اكيد. والحكيم شرح لي، ومن هون بلشت رحله العلاج تبعي. طبعا انا عملت عمليه، اخذت علاج كيميائي، اخذت اشعه، ورجعت بكامل نشاطي وصحتي وشعراتي طلعوا كل الحمد لله. بس كان عندي تجربه ثانيه، انا ست اصبت مره ثانيه بسرطان الثدي. حقيقه انا عملت فحوصات والفحوصات قالت انه انا بدي ارجع انصاب مره ثانيه بسرطان الثدي. فكان عندي قرار جريء اني اعمل مستكتومي، توتال مستكتومي، انا اشيل 2 ثدي تبعوني واعمل ترميم لهم. وانا هيني قدامك بكامل صحتي، وهيدا بقول بشكر الله هيدا الوعي وهيدا الاكتشاف المبكر. فعلا لانه لما بتكتشف المرض بكير بيكون الحياة أحلى وحياتك بتكسبيها. أكيد أكيد. فأنا من هون بقول لكل ست، بليز اعملي ماموجرافي، روحي مرة بالسنة عند الحكيم، صحتك بتستاهل وأنت بتستاهل الحياة. أكيد أكيد. لأنه وجودك أساسي بحياتك، يعني لإلك وبحياة عائلتك كلها سوا. أكيد أكيد فعلا أكيد. هذا الشيء الأساسي جدا. أكيد. هون رح نحكي عن موضوع نشاطات اللي عم تقوموا فيها، لأنه مثل ما قلنا الموضوع هو توعية وقاية ومن بعدها العلاج. كيف عم تشتغلوا على هالأنشطة بمستشفى حمود وأيضا بصيدا بشكل عام؟ أنا بدي أخبرك أنه نحن بلشنا أول مرة كانت هلا هي أول مبادرة بفكرة نعمل حملة تبرع بالشعر. نحن هيدي 5 سنة بنعملها. السنة فتنا وصلنا لمحل قلنا نحن كل سنة عم نعمل حملة تبرع بالشعر، وكل سنة عم تكون أنجح من سنة. وطبعا هلأ بنعطي تفاصيلها والتاريخ تبعولها. ارتقينا أنه نحن كمان نعمل شيء تاني، نشاط تاني غير تبرع بالشعر، واللي هو حيكون يوم السبت ب 14 الشهر بدسبات صيدا بعد الظهر الساعة 4. حنبلش الساعة 4، وهدف هيدا النهار هو نهار توعية
مثل ما قلتي الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيكون دكتور نزيه بزري عم بيعطينا نبذة عن هذا الموضوع. اكيد حيكون عندنا دكتور جميل راعي يخبرنا عن الريكونستراكشن عفوا عن الترميم من بعد عن الترميم من بعد هل الاصابه عند السيده. حيكون عندنا والهدف الكثير اساسي انه نحن نحدث الستات عن الموضوع بالعلن حتى شوي نطلع منه، ما بقى فوبي، ما بقى شيء نخاف منه، بالعكس كل ما حكينا كل ما عرفنا كل ما سمعنا وتعلمنا اكثر. حيكون عندنا ثيرابيست ستيفاني غانم، هي بسيكوثيرابيست، حتحدثنا عن العوارض النفسية للمريضة المصابة بسرطان الثدي والمحيط تبعولها. حيكون عندنا مثل هلا ستات الكل حيكون يعني عن جد الكل حيكون براود انه يكونوا معنا. نينا ابي فاضل، نينا كمان حدا سرفايفر، عملت كمان مثل نشاط بيج اشتغلت عن طريقه بشخص اسمه فرح سميتها انت الاقوى تتوصل التوعيه للستات. حيكون عندنا كمان ست ثانيه سرفايفر. الربط بين هدول كلهم حيكون شوي رياضي صحي طبي تجميلي. حيكون عندنا مدام نسرين حمود عم تخبرنا، هي مقدمه ومدربه بتشرح وبتعالج الستات بالموسيقى وبالبوزيتيف انرجي. حخبرك كمان شيء كثير مهضوم عنهم بين كل هالاحاديث اللي بدها تصير من كل المقدمين. حيكون النشاط موزع على رياضه، حيكون عندنا زومبا، حيكون عندنا لافتر يوغا، حيكون عندنا فتنس، حيكون عندنا نشاطات رياضيه تجيب هيدا صحيه وبدائيه كمان صحيه وبدائيه كثير اساسيه. هون بدي احكي كمان عن التجربه الثانيه، يعني قديش دليتك وقت لحتى تعالجتي وخلصتي من اول للاسف مرحله، وكنا حسينا انه يمكن رجعتي خلص. بلشتي حياه جديده، رجعتي من بقيتي كل سنه تعملي الفحوصات اكيد مثل ما هو لازم. كيف رجعتي بعدين اكتشفتي يعني البادره الثانيه؟ فحص دغري، الفحص الماموغرافي هو اللي اكيد اللي هو كان كمان نفس الشيء انه ماموغرافي، بس هالمرة حسوا انه لازم يكون عندي متابعة اكثر، صار ينعمل لي MRI اكثر، فحوصات اكثر، لانه كانوا شكوا في عندي شيء عم بيصير. في فحوصات عملوا لي اياها فاكتشفت انه، بس اكتشفته كثير مبكر فانقذت من كثير علاجات انا ما اخذتها. بس كان القرار اني اعمل العملية وخلص اخلص من هيدا القلق اللي انا عايشه فيه. ومن هون عملت العملية، استأصلت الثدي اثنين. اول مرة استأصلتي اول ثدي وهلا الثاني. نعم. وعملت ترميم وانا بكامل نشاطي وحياتي طبيعيه وكثير. ومن هون انا خلق معي مشروع اللي بدي اخبرك عنه، هو حمله التبرع أكيد بالشعر. اكيد اكيد هذا حمله التبرع بالشعر. نحن بمستشفى حمود، انا زي ما قلتي انا موظفه هناك. انا وقت اللي اخذت علاج الكيميائي بال 2008 انا وعم بحضر حالي حضر شعر وظبط اموري. صحيح. فكان اكتشفت ما حد ما بيكون بيعرف بهالتفاصيل انه ما في صيدا حدا بيبيع شعر مستعار. وغالي كمان غالي. فانا دبرت حالي اشتريته وكل شيء. بعد فتره قررت انه يكون هيدا المشروع بقدر اعمله. فطلعت حكيت اول شيء مع مدام ميسا. كان عندها نشاط مسميته اكتوبر بينك. قلت لها ميسا حابه اعمل هيك، قلت انا معك. طلعت لعند مديرتي تا مدام ديانا حمود، انا بدي اعمل هيدا الايفنت، انا ما عندي سبونسر، ما عندي حدا دعمني. قالت لي انا معك بس عندي شرط، تعملي هيدا الايفنت ما بتوقفي. بتبلشي ما بتوقفي. وانا معك، منك بحاجه لحدا، نحن معك. وبالفعل كنت قبل ما تفقدي شعرك يعني كنت يعني وقتك باي مرحله؟ لا لا كنت خلصت علاج وبلش شعري كليا. كان شعري ما في شعر أنوي. بس انا لما بلشت بهذا المشروع لا كنت صرت استعادت حياتي الطبيعيه. كان همي انه مثل ما انا في حدا وقف معي او ساعدني اقدر انا اكون حد حدا. ومن هون مشروعنا عم يكبر سنه عن سنه. نحن اول ما بلشنا لما رحنا على المول عند مدام ميسا وحطينا اللي عم نشتغل، كانوا حرام يمرقوا الناس يقولوا حرام شو بهم هول عم بقصوا شعرهم بالمول. عرفتي؟ ما في ناس حدا يقرب يسالنا نشرح له يشد على ايدنا يعطيكم العافيه، في حدا يمرق ما يقول شيء. نحن السنه هيدا مشروعنا عمره 5 سنين. نحن السنه عاملينه نحن والروتر اكت والانتر اكت وطبعا مدام ميسا. مستشفى حمود هو المكان اللي دائما بيساعدنا نعمل كل نشاطاتنا. وهدفي كل ست
تاخد علاج كيميائي وبتفقد شعرها تاخد شعر مستعار بدون مقابل فري. نعم. ومش ضروري المريضة تكون تتحكم بمستشفى حمود تعطيها شعر. ايه. أنا موجودة بمستشفى حمود لأنه أنا بشتغل بمستشفى حمود. نعم. لأني بشوف المرضى أسهل. بس أي مريضة إن شاء الله تكون من سور نبطية. نعم. من أي مكان أنا جاهزة لأعطيها شعر. نعم. ومن هون بلشت أشتغل بحملات التوعية وبصير بشتغل من قلبي لأنه بحس أنه أنا لازم أكون حد الست وعية. أنا مرقت بهيدي التجربة. ومن هون إذا بتسمحي لي حابة أحكي عن تجربة عن الحملات التوعية اللي عم تقوم فيها مستشفى حمود. أكيد تفضلي. بالنسبة لحملات التوعية في عنا حملة مسمينا أنا الأوان لفحص الإطمئنان. هي حملة توعية أورنس بريست كانسر. هي بمستشفى حمود الجامعي مع روتر أكت إنتر أكت ودار رعاية اليتيم بسيطة. إنت رح تصير؟ رح نكون ب 21 أكتوبر يوم سبت من 10 للـ1. نعم. هيدي الحملة بتقول للست نحن رح نجي لعندك إذا أنت ما جيتي على المستشفى. نعم. نحن رح نروح لعندك. رح تشمل فحص الذاتي نعلم الست كيف هي تفحص حالها مع اكيب طبي مختص بهذا الموضوع. بعدين في معاينه مجانيه لكل ست بتجي على هيدي الحمله ماموغرافي فور فري كمان من مستشفى حمود. نعم. وفي نصايح غذائيه فعلا هذا شيء اساسي جدا. رح نرجع نذكر فاذا ميسا بالموضوع ب 14 شهر رح تكون رح يكون اللي على يعني على مدى نهار من رح يكون في نهار ثاني حيكون لا حتكون هيدي التوعيه الصحيه الطبيه. نعم. حتكون يوم السبت ب 14 شهر من الساعه 4 للساعه 8 مثل ما قالت هلا. ثاني حمله حتكون السبت ب 21 الشهر من الساعه 10 للساعه 1 واخر نهار حيكون يوم الجمعه ب 27 الشهر من الساعه 6 للساعه 9 اللي هو حمله التبرع بالشعر واللي هو نحن عاملينه ان كونتريبيوشن ومساعده اول شغله الاساس مستشفى حمود روتر اكت ذا سبوت ارقفه بنتشكرهم كثير لانه لو ما هن عم بياخذوا الشعر من الستات يعني بيجوا هن بقصوا شعر الستات وبيجوزون رح اشرح لك حتى بشكل سريع حتى بس رح اشرح لك الموضوع عارفين حالهم في عندنا اربع في نحن الايفنت طبعا بنعلن عنه بنحط بوسترز وتفاصيل بننزله على كل الميديا. الايفنت بيكون في عندنا حلاقين موجودين بالمول هن بيجوا الناس بيتبرعوا ارقفه بيصنع لنا بدون مقابل. حلاقين هن بتسمحي لنا نقول لهم شكرا. أكيد. علي شاكر يوني سعيد نادر شميه رامزي الابريء والشكر الكبير هو لارقفه لانه هو بصنع لنا بدون مقابل. صحيح. وطبعا في معنا ميسا هي سبوت ومعنا طبعا روتر اكس انتر اكت ومستشفى حمود وفي معنا كمان ناس بيساعدونا جرين تاتش بيعبدنا فلاور صفديه بيعملنا فوتو عنا اكيد كمان مطبعه اليمن السنه دعمونا لان الحمله التوعيه لسرطان الثدي عنا بادي شوب جراند سينما دائما كمان بيساعدونا على نشر دعايتنا وين ما كان واكيد نتشكر كمان كل الصبايا اللي بيساعدونا عندنا بينك ليفز بقدموا لنا دي سوفينير للستات وعندنا ساره بتهتم بالولاد لانه السنه الماضيه كان عندنا بنات صغار عم يتبرعوا بشعرهم بكل كمان محبه كمان. فهذا الشيء كمان نحن تو جيف ذم شيء حتى هن يبدوا بالاول كمان هن بيكون عندهم هالتوعيه من هن وصغار. اكيد نحن كثير بدنا نشكر وجودكم معنا يعطيكم الف عافيه والله يحميكم ويخلي فعلا هالستات يكون عندهم هالوعي الكافي ليفحصوا حالهم ويروحوا يعملوا الفحص بالمستشفيات كل سنه. ما بقى عندك حجه مش 3 أشهر السنه 4 أشهر هي الحمله. واكيد تحياتنا لكل الاسر كل الاشخاص اللي عم يشتغلوا معكم كل طاقم العمل بمستشفى حمود وبذا سبوت وبجراند سينماز ودكتور نزيه البزري اللي هو قريبي وكمان اهلا وسهلا فيكم رح نتابع بعد لحظات خليكم معنا.